كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفصح المجيد. أتمنى أن تكونوا جميعا بخير وأن تقضوا أوقاتا سعيدة مع عائلتكم. هيا بنا. في هذا الدرس سندرس مفردات جديدة متعلقة بعيد الفصح أو عيد القيامة. بعد مشاهدتكم لهذا الفيديو تستطيعون أن تقرأوا الأخبار التي تتحدث عن عيد الفصح أو تستمعوا إليها. لا تنسوا أن تشتركوا في القناة وأن تفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا بلايك وشير للفيديو. أول شيء معنا هو عيد الفصح، وهذه العبارة مكونة من كلمتين: عيد الفصح. وكلمة عيد يمكن أن نستخدمها استخدام ديني أو استخدام قومي، فنقول مثلا يوجد عند المسيحيين عيد الفصح أو عيد القيامة وعيد الميلاد، وعند المسلمين يوجد عيد الأضحى وعيد الفطر. كذلك يمكننا أن نقول عيد الاستقلال أو عيد الثورة. أما كلمة الفصح فمعناها ذلك اليوم الذي قام فيه يسوع بعد الموت، وعند اليهود معناه ذلك اليوم الذي خرجوا فيه من مصر. الآن نريد أن نتبادل التحية مع بعضنا البعض، نريد أن نهنئ بعضنا بمناسبة عيد الفصح، فماذا نقول؟ بشكل عام يمكننا أن نقول كل عام وأنت بخير، أو وأنتم بخير، أو وأنت بخير، على حسب من تقول له التحية. هذا بالنسبة للتحية في عيد الفصح في الفصحى. لكن في العامية كيف نقول التهنئة؟ كل سنة وانت طيب، أو كل سنة وانت طيبين، أو كل سنة وانت طيبة. لكن يوجد تهنئة خاصة بعيد الفصح، يمكننا أن نقول عيد سعيد، أو عيد مجيد، أو فصح مجيد. أيضا من الكلمات المتعلقة بهذا الموضوع الجمعة العظيمة، وهذا هو يوم الجمعة الذي يكون قبل يوم الفصح أو قبل عيد الفصح، وهو عند المسيحيين يعني هذا اليوم الذي صلب فيه يسوع المسيح وهو عيسى. فيمكننا أن نقول المسيح، يسوع، عيسى، القداس، وهو الاحتفال الذي يكون في الكنيسة في عيد الفصح. نشيد، والجمع أناشيد. رتل، رتل يرتل ترتيل، والجمع تراتيل. الآن نستطيع أن نكون جملة من هذه المفردات الثلاثة: قداس، أناشيد، ترتيل. فنقول في عيد الفصح يذهب المسيحيون إلى الكنيسة ويحضرون القداس ويرتلون الأناشيد والتراتيل. خطيئة، الغفران، صلب، يصلب، أصلب.
الآن درسنا قد انتهى. في الوصف أسفل الفيديو سأترك لكم رابط لمقالة عن عيد الفصح، اقرأوها. وسأترك لكم رابط لفيديو عن عيد الفصح، استمعوا إليه. وإذا كان لديكم أي سؤال اكتبوا لي في التعليقات أسفل الفيديو وأنا سأجاوب عليها. كل عام وأنتم بخير، عيد فصح مجيد. شكرا، إلى اللقاء.